مساء الخير، شلونكم؟ انا اشتاقيت لكم، ما اعرف انتم اشتاقيتوا لي لو لا، هذا بحث اخر. شويه خف حاله الطوارئ عندنا، الحمد لله وشكر، بعد شهر ونص شهرين. فاول طلعه اليوم اخذت العائله وطلعنا حتى نرتاح على ضفاف بحيره سيوان. ان شاء الله تزول هالازمه ويزول هذا الوباء باسرع وقت، والكل يتمكنون من الخروج والسفر، وإن شاء الله تجون ونلتقي بكم وتزورون هذه البحيرة الجميلة اللي كلكم زرتوها، وأنا متأكد الكل ينتظرون بفارغ الصبر حتى يطلعون من هالأزمة ويأخذون عوائلهم يطلعون في سفرات حلوة. نقول لكم رمضان مبارك، وإن شاء الله يكون صيام مقبول، وكل عام وانتم بخير. فرة بسيطة راح اسوي لكم بالكاميرا تشوفون الوضعية هنا، حتى مثل ما يقول تاخذون شوقكم. الاكل طبعا جبناه ويانا من البيت، فشي بسيط يعني على قد الحال. هذه اول طلعة بدون استحضارات على السريع، الجو كان كلش حلو فطلعنا، يعني بحيث المنطقة خالية ماكو احد، فقط احنا وهذا سيارة اخرى، عائلة اخرى جتي هنا قعدت على الصفحة. البحيرة هادئة واجواء ربيعية، طبعا هنا شوية الربيع يتأخر في هذه المنطقة لانه ابرد من المناطق الاخرى. اوكي، هذا الوضع اليوم الان في بحيرة سيوان، وهذا السماء ايضا استمتعوا بمشهد السماء والغيوم. هذا طائر النورس، هدوء تام. اريد اقول لكم هذا مو خرق لحالة الطوارئ، لكن الحمد لله والشكر الأمور اعتيادية أفضل من كثير من الدول. في أرمينيا الظروف الحمد لله أكو أمراض وأكو وفيات لكن قليل، فاستغلينا الوقت طلعنا خارج يرفان. إن شاء الله ألتقيكم مرات أخرى، إلى اللقاء. خلونا شوي نستمتع بالجو، راح أطفي اللايف. يلا باي باي.